بتعمل ايه لو ماشي في الشارع والكتكوت نعام زي ده؟ ها بتعمل ايه؟ هتتبناه؟ ايه ده؟ الفيد؟ انت اللي بشوفك في الكرتون، انت اللي بتكون مع المعلم رشدان. تعال يا صديقي، انا هاخدك اربيك علشان تغزو معايا الاعداء بعد ما تكبر وتبقى قوي. ده عبيط ده ولا ايه؟ يلا يا صديقي، الحمد لله الحمد لله. انا هدي لك كل يوم اكل من مصروفي. ايه اللي واقف في طريقي ده؟ بقول لك ايه، انا بمشي من هنا كتير، مره تانية هتقف في طريقي هزعلك. انا حذرتك بلاش تيجي على سكتي مره تانية. سلام او من غير سلام. ايه ده؟ ايه يا مان، الزمن جه عليك ولا ايه؟ اكيد زعلت صاحبك، عد عليك وانا مروح. سلام. واقع من مين ده يا اخوان؟ يا عم اوعى، يا عم اوعى، ابعد. هتاكل الاكل اللي جايبه للعيال؟ انا لا اهم منك ولا لا اهم العيشه. الله، ما تشوف مين اللي رماك ولا مين اللي بجابك في المنطقه عندنا؟ بلاوي وبتتحدف علينا. مش كفايه جايب الطماطم غاليه النهارده من السوق؟ ايه ده، تعبان البحر ده ولا ايه؟ امشي بعيد يا ملوث، هتعديني. تعالى يا حلو، مين اللي رميك كده يا صغير؟ الكتكوت ده اكيد منزلش عمودي. الكتكوت ده مرمي بزاوية 90 درجة، عندما التقى بالارض فحدثت الجاذبية الناتجة من رميته، عشان كده صابع الصغير مجروح. الف سلام عليك، ان شاء الله ربنا يبعت لك حد يكبر بخاطرك. سلام يا ابني. ايه ده، ايه الكتكوتة اللي ماشية الوحيدة دي؟ بلاش كده يا عم، الشارع خطر عليك. يا مش بترد عليا ليه؟ مش واخده بالها؟ لسه برضه مش واخده بالها. انا عيني الزرقاء مسببه لي مشاكل برضه في الشمس، ما بعرفش امشي زي كده. طب مفيش اي رد فعل خالص، انا اول مره حد ينفض لي كده. على العموم خلاص، لو عايزت اي حاجه انا معاكي هنا، هتلاقي رقمي مكتوب على الجدار جنبك. سلام حبيبي يا حقيقه. ايه ده، انا شفت الكائن ده فين قبل كده؟ احنا اتقابلنا قبل كده يا ابني، افتكر معايا كده يا ابني، معلش الذاكرة ما عادتش مستحملة. ايام شبابي ممكن اتقابلنا مرة قبل كده، على ما اعتقد انت كنت شكل حاجة انا كنت بربيها زمان. ما علينا، بعد كده بقف في جنبي يا ابني، حاجة تدوسك من العربيات، جيل اليومين دول بقى مستعجل. سلام. تعالى كسفنا، انا كنت شايفك من اول ما هربت، بس انا حبيتك تشوف الناس في الشارع عامله ازاي والناس تتعامل معاك ازاي عشان تعرف قيمه المعامله معاك. انا عايزك بس تعرف ان احنا ملناش الا بعض. تعالى يلا قليل الادب يا هربان، اما نكمل كورس العلاج بتاعنا. اول ما تكون ماشي في الشارع وتلاقي كتكوت نعام في رجله لازق زي كده، لازم يجي في بالك على طول ان صاحبه اكيد كان قصص له ضوافره علشان يعدل له صبعه، وبعد كده بيلف عليه اللزق ده. فانت طبيعي اول ما تلاقيه بالشكل اللي انت شايفه ده، تحاول تطمن على حالته وتشوفها جابت نتيجه ولا لا. فهنجيب الكتكوت زي الشاطرين كده ونبدا نفك في اللزق بتاع رجليه. بص بقى يا سيدي، عارف انت افلام زمان لما كنت تلاقي حد عنده مثلا ضعف نظر، او تلاقي حد اتعمى وفجاه كده بيلف شاش حوالين عينيه بعد كده النظر بيرجع له تاني؟ شفت انت بقى تعبيراتك وقتها كده، وانك بتكون قاعد قلقان مع شويه الموسيقى، وانك بتترقب هل هتفتح تاني ولا مش هتفتح؟ كذلك بقى هو الكتكوت دوت والحركه ديت، لو انت كنت متابع معايا فكنت هتكون شفتنا قبل كده واحنا بنحط له اللزق ده على رجليه. ديت حركه قص الضفر لما بتجيبه من الهاتشر لسه وهو طالع، بتلاقي الضفر بتاعه مايل مثلا اللي هو يميل لك شمال شويه، يميل لك يمين شويه، وقلنا انك لو سبته هيقوم لفف الضفر ده كله معاك. فعلشان نتفادى الكلام ده كله، بنقوم قصين الضفر من قدام ونقوم لازقين اللزقه على عكس لفه الضفر. وطبعا
بقى بعد ما هتخلص وتخرجوا من غرفة العمليات من حيث المبيت، فانت ممكن تجيب كرتونة او اي حاجة صغيرة ببيته فيها، وده هيكون مبيت مؤقت، ولكن المبيت الاساسي انك لازم هتجيب له مكان كبير شوية. اوعى تنسى اللمبة ذات الاشعة تحت الحمراء لان دورها مهم جدا خصوصا في المراحل الاولانية. وكمان لازم تاخد بالك من مرحلة التربية، لانك في اول 3 4 شهور بتكون انت اللي بتربيه، وبعد كده لما بيكبر بيكون زي البغل وبيعديك فهو اللي بيبدا يربيك، فلازم تحسن اليه من صغره علشان يحسن اليك لما بيكبر معاك. ده غير كمان انك لازم تختبر نفسك وتشوف نفسك من النوعية اللي بتحب الخصوصية في حياتها ولا من الناس اللي عايشاها كده عادي، لانك لو بتحب الخصوصية في حياتك فالنعام مش هينفع معاك وانتوا الاثنين مش هتنفعوا مع بعض، لان النعام ولا ينفع تخبي عليه حاجة ولا ينفع تاكل حاجة من غيره ولا ينفع يبقى معاك حاجة وميملسش عليه. الفضول عنده اسلوب حياة وليس وسيلة بيستخدمها، فلو متعلق بالموضوع او حتى بتفكر فيه فانت لازم تاخد بالك طول ما انت ماشي في الشارع، لان النعام زي ما قلت لك هو الفضول عنده اسلوب حياة وليس وسيلة بيستخدمها، فانت ممكن تلاقي من كتر الفضول اللي عنده قام خارج لك بره في الشارع بقى ماشي تحت رجلك، لو خبطته ولا كنت راكب اي وسيله مواصلات ودهسته هتعيش شايل ذنب طول عمرك، فانت لازم تكون واخد بالك كويس جدا عشان يوم ما تلاقيه تعرف تتعامل معاه صح. وده هتكون افضل طريقه ممكن تتعامل بها مع كتكوت نعام اول ما تلاقيه في الشارع على طول. طب هل بقى في اماكن ان انا ممكن امشي فيها علشان اتقابل في كتكوت نعام وكده؟ في الاحلام ان شاء الله ممكن تلاقي كل حاجه، او لو انت متعود تتمشى في مزارع نعام وكده فهتلاقيه عادي جدا مفيش اي مشكله. سلام.